إن مشاهدينا هي حكايات الأمكنة توثيقاً وجمالاً وبهاءً لكل أماكن مختلفة في سودان الحبيب. هنتواصل معاكم عبر صباح الشروق وعبر فقراتنا وعبر موضوعاتنا، ونذهب مرة أخرى إلى فيديو نتابع ونرجع نعود مرة أخرى. داخل ولاية النيل الأزرق وعلى حدودها الغربية تقع منطقة أجدي، وهي لا تبعد كثيراً عن عاصمة الولاية مدينة الدمازين. في طريقنا إلى أجد التي تشتهر بالأراضي الزراعية الخصبة استوقفتنا هذه المشاهد. يشكل الرعي مصدر رزق لكثير من أهل ولاية النيل الأزرق، وعلى وجه الخصوص سكان المنطقة الغربية التي تبدأ بقرية أجدي، فالمنطقة تعتبر منطقة زراعية ورعوية. أجدي قرية صغيرة تقع تحت سلسلة من الجبال عرفت هي الأخرى بجبال أجدي، فالقرية أشبه بأن تكون قرية سياحية وتزداد جمالا في فصل الخريف. وهنا وكعادة أهل السودان وجدنا احتفالا بإرث وتراث أهل المنطقة. النساء يقودن هذا الاحتفال بأغاني حماسية تشجع الشباب وتحثهم لوضع مصلحة القرية وأهلها فوق كل شيء، فمعظم الأغاني تلهب شجون الشباب وتدعوهم إلى الزواج عبر أغاني من تراث أهل القرية. وبما أن المناسبة كانت للاحتفال بعقد قران لأحد أفراد قرية أجدي، برزت في الاحتفال الأغاني العاطفية التي تمجد المحبوب وتسكب دموع الشوق على فراقه. قالت علي الفرقة يا مهما بقالي حرقة وما في حكيم بمرقة، انظر رجال ده الدليل مسيد موار كسر بام شوفت للمرضان شربا يم حزار دخل معها يسيطين الحربة توم تزول كن داير البطال ما بغلبة مسنان نقي شمزة. رابحة محمود استلهمتها أغاني الفخر والإعزاز بالأهل والعشيرة، كانت حاضرة للاحتفال، تغنت لكاميرا الشروق وهي تمتدح أبيها على شجاعته وكرمه ومروءته عند الشدائد. كان جيت لقيت ضعفان باركين تحلب تقولنا فيه ده أبوي أنا ورجب أبو محمد ده جانا صد الحدات هنا ولقاهم وطلبوا ديوانهم في الدهر القوات المقابلة الحرق كانت بقالت القلب القوات المقابلة الحرق ورجب أبو محمد ده. لم نتمكن من التجوال داخل القرية بسبب ضيق الوقت، وكنا نخشى أن يحل علينا الظلام حال مقادرتنا لمكان تجمع أهل القرية. الريف الغربي اسم أطلقه أهل ولاية النيل الأزرق على مجموعة القرى التي تقع غربي الولاية، فهي منطقة تعايش وسلام عرف أهلها بطيب المعشر والتكاتف والتعاضد.